الحلقة الوفد الكاميروني العزيز المرافق، السيدات والسادة الحضور، إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بأخي العزيز معالي وزير خارجية الكاميرون في بلده الثاني مصر، وأرحب أيضا بالوفد المرافق لسيادته. هذه زيارة هامة، زيارة عزيزة علينا، على قلوبنا هنا في مصر، خاصة في ظل العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والكاميرون الشقيق. لقد كانت مصر ثاني دولة تعترف باستقلال الكاميرون وعام 1960، وكانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الكاميرون الشقيقة في عام 1961، ومنذ ذلك الحين تجمعنا علاقات أخوة، علاقات شقيقة وقوية مع جمهورية الكاميرون. هذه علاقات ممتدة عبر عدة عقود، وبالتأكيد سعدت اليوم باستقبال أخي العزيز مبيلا مبيلا، وأيضا تلقيت من سيادته رسالة من فخامة الرئيس الكاميروني بول ميام إلى شقيقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه الرسالة تعكس أواصر بين البلدين الشقيقين. عقدت اليوم وأخي الوزير لوجون بيلا مبيلا الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الكاميرونية، والتي تعقد لأول مرة منذ عدة أعوام بسبب جائحة الكورونا وأيضا العديد من التطورات الإقليمية والدولية والداخلية التي حالت دون عقد الجولة المشتركة خلال الأعوام الماضية. ولكن اتفقت مع أخي معالي الوزير على الحفاظ على انتظام ووتيرة انعقاد اللجنة المشتركة لتعقد سنويا، وأنا أتطلع بشغف لأن أزور العاصمة ياوندي في العام القادم لرئاسة وفد مصر في الدورة الثامنة للجنة المصرية الكاميرونية المشتركة. هناك كما ذكرت علاقة سياسية متميزة بين قيادتي البلدين، ولكن نريد الآن ترجمة هذه العلاقات المتميزة إلى علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية أقوى في الفترة القادمة. نريد زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. تحدثنا بشكل مستفيض عن دور الشركات المصرية في دعم عملية التنمية والتحديث الجارية في الكاميرون. تحدثنا أيضا عن عقد منتدى للأعمال المصري الكاميروني في المستقبل القريب. هناك رغبة قوية من جانب الشركات المصرية للاستثمار وإقامة الأعمال في بلدهم الثاني الكاميرون، خاصة في قطاعات محددة على رأسها قطاع الطاقة، خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة. أيضا هناك القطاع الزراعي، واتفقت مع معالي الوزير على استكشاف سبل استثمار الشركات الخاصة والشركات المملوكة للدولة في مصر في قطاع الزراعة في الكاميرون لاستزراع العديد من المحاصيل التي تحتاجها مصر، والعمل على تصديرها إلى مصر. تحدثنا أيضا عن التعاون القوي في قطاع الأدوية وحرص مصر على توطين صناعة الأدوية في الكاميرون، وأيضا تسجيل الدواء المصري الذي يحظى بسمعة شديدة شديد يعني سمعة طيبة للغاية وشديدة الإيجابية في الكاميرون وفي القارة الإفريقية. وبالتالي نحن على استعداد لنقل إمكانياتنا والتكنولوجيا والخبرات المصرية في قطاع الأدوية.
تحدثنا أيضا عن قطاع الصحة واستعدادنا لدعم الكاميرون في مجال الرعاية الصحية بصفة خاصة التجربة المصرية الرائدة في مجال مكافحة فيروس سي والهيباتايتس سي، ولدينا تجربة عظيمة هنا في مصر هي تجربة رائدة في العالم كله، وأكدت لمعالي الوزير حرصنا واستعدادنا لمشاركة أشقائنا في الكاميرون لهذه التجربة الرائدة. تحدثنا أيضا عن التعاون في المجالات العلمية وفي مجالات تقديم وزيادة المنح الدراسية التي تقدمها مصر لأشقائنا الطلبة في الكاميرون. تحدثنا أيضا عن الدور الرائد للأزهر الشريف في تقديم المنح الدراسية للطلاب للدراسة في الأزهر الشريف. تحدثنا أيضا عن مكافحة الإرهاب ونقل التجربة المصرية الرائدة التي تقوم على المقترب الشامل في محاربة الإرهاب. تحدثنا أيضا عن الأوضاع في القارة الإفريقية وأيضا التعاون المشترك، خاصة في ظل أننا سنوقع فور هذا المؤتمر الصحفي على مجموعة من الاتفاقيات بما في ذلك مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي المصري والكاميروني، وأيضا اتفاقية للتعاون بين مركز القاهرة الدولي لفض المنازعات بالطرق السلمية وأيضا المفوضية الكاميرونية للتسريح وإعادة الدمج. تحدثنا أيضا عن التعاون المشترك في مجالات التنمية كما ذكرت، بما في ذلك في مجال بناء السدود في الكاميرون في ضوء التجربة المصرية العظيمة في تنزانيا، وبناء سد جوليوس نيري بخبرات مصرية كاملة وبتمويل مصري كامل. بناء السدود في الكاميرون له أولوية كبيرة لمعالجة قضية الطاقة وتوفير الكهرباء من الطاقة الكهرومائية في الكاميرون الشقيقة. تحدثت استمعت أيضا إلى رؤية أخي العزيز معالي الوزير حول الأوضاع في منطقة وسط إفريقيا. الكاميرون دولة محورية في منطقة وسط إفريقيا وأيضا في خليج غينيا وحوض بحيرة تشاد، نظرا للدور الهام الذي تلعبه الكاميرون في تلك المناطق، وأحط معالي الوزير علما بالتطورات في منطقتنا العربية وفي الشمال الإفريقي. كما تحدثنا أيضا عن التحديات التي تواجه بلدينا سواء فيما يتعلق بالتغير المناخي و التعاون والتكامل الإفريقي، خاصة وأن مصر والكاميرون طرفان رئيسيان في الاتفاقية القارية للتجارة الحرة في إفريقيا. فتحدثنا أيضا عن التعاون المشترك في المحافل الإقليمية والدولية. سعدت بلقائي مع أخي معالي وزير خارجية الكاميرون، ومرة أخرى نعيد التأكيد على أن هناك إرادة سياسية مشتركة تجمع بين بلدينا الشقيقين وتوجيهات من فخامة الرئيسين للعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلدينا وسرعة عقد منتدى الأعمال بين القطاع الخاص المصري والكاميروني لاستكشاف الفرص الخاصة بالاستثمار وتنفيذ المشروعات، خاصة في مجالات الإسكان والبنية التحتية. لا ننسى، وهو ما ذكره معالي الوزير الكاميروني، أن للشركات المصرية وعلى رأسها شركة المقاولون العرب سمعة جيدة للغاية في الكاميرون، وستواصل الشركة المصرية والشركات الأخرى المصرية المساهمة في دعم عملية التنمية وخاصة في مشروعات البنية التحتية والبناء وبناء المساكن الاجتماعية في الكاميرون. مرة أخرى نرحب بكم أخي العزيز في بلدكم الثاني مصر، ونتطلع إلى مزيد من تطوير العلاقات
بين بلدينا. نشكركم على زيارتكم والوفد الوزاري رفيع المستوى الذي يرافقكم، ونعطي لكم الكلمة. Merci, Monsieur le Ministre, cher frère. شكرا معالي الوزير وأخي العزيز. Je voudrais d'abord dans mon propos أريد بداية rendre un hommage appuyé et vibrant في وقت ما وقت حيوي à nos deux chefs d'État, son excellence Paul Biya أن صاحب الفخامة et son excellence Abdel Fattah صاحب الفخامة رئيس الكاميرون وصاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. C'est pas la volonté commune et manifeste de nos deux présidents. أن هذه الإرادة المشتركة بين الرئيسين. Que nous avons été amenés à tenir cette septième conférence التي de la commission mixte. جعلتنا أن نصل إلى هنا لنعقد هذه اللجنة المشتركة. Je voudrais également saisir la présence des médias pour relayer auprès de l'opinion égyptienne. وأيضا في مواجهة الإعلام أمام الرأي العام المصري. Notre remerciement sincère et notre profonde gratitude. Thank you. Nous pour exprimer aux autorités égyptiennes. أقول أنه في مواجهة السلطات المصرية أن مصر أشكر شكرا جزيلا وامتناننا العميق بفضل هذا الاستقبال المتميز لنا. بطبيعة الحال كما ذكر شقيقي الوزير cette septième session de la commission mixte هذه اللجنة المشتركة nous a permis de passer en revue قد مرت علينا grand dossier de notre coopération فترة طويلة. Cette coopération remonte وهذه الفترة ترجع للعلاقات بيننا من 1960 حيث في عام 1971 تم توقيع اتفاق بيننا للتبادل الدبلوماسي بين بلدينا. ومن ذلك التاريخ كما وضحنا فإن الكاميرون ومصر لهم التعاون الوثيق بينهما. هذا التعاون على المستوى السياسي أيضا والمستوى الدبلوماسي. وهذا السبب بسبب أن الإرادة لدي قادة البلدين في هذا الشأن. وبهذا المعنى فإن شقيقي السيد الوزير قال أنه في الكاميرون لقد كلفني رئيس الكاميرون بنقل تحياته الشخصية شقيقه الرئيس المصري. وفي هذا الإطار كلفني بأن أحمل له رسالة لشقيقه في مصر. بطبيعة الحال أريد أن أقول أيضا أن هناك موضوعات التي أثارها معالي الوزير لكي أؤكد بداية أن الكاميرون هو بلد في أفريقيا يهدف دائما إلى الاستقرار السياسي وأيضا لديها نطاق اقتصادي كبير وعالي. فإن الكاميرون في وسط أفريقيا هي دولة التي لها رقم اقتصادي هام وهو جزء من أن نستطيع أن ندعو المجتمع أن مستوى المجتمع الاقتصادي على مستوى وسط أفريقيا أن يوجد هناك 11 دولة في هذا الإطار في المجال الاقتصادي. وأيضا هي جزء من المنظمة المالية في أفريقيا. وفي هذا الإطار فإن الكاميرون ليس فقط
تتحدث عن دول الأخوة والجيرة مع دول جيرانها لهدف تحقيق الاستقرار. كما تعلمون احنا ليس موجودين في مناطق الحروب، وهذه الأماكن التي تبحث دائما عن السلام، فإن الكاميرون هو تعتبر دولة نموذجية في الاستقرار. فالنقطة الثانية الرئيسية التي أريد أن أقولها أن التنوع الاقتصادي في الكاميرون، فإن الكاميرون تقع في نطاق الخليج، وهذا يسمح لنا أنه من الأهمية في إطار المصادر ومصادر البحرية أيضا. الكاميرون أيضا موجودة في إطار الغابات الكثيفة في الكونغو، فإن غابات الكونغو كما تعلمون موجودة في تتعلق بمسائل تتعلق بالبيئة. إذن العمل في هذا المجال هام جدا، فهي مصادر للأكسجين فيها. إذن يوجد أيضا سوق كبير لدينا في هذا المجال. أريد أن أذكر أن بلادنا تنتج أيضا، قبل أن تكون بلد زراعي ولكنها لها مصادر أخرى، لديها مناجم عديدة تقدم كل شيء. نحن الآن في إطار استخراج من المناجم، فإن الكاميرون بلد في هذا المجال، مجال المناجم، وهذه المناجم لدينا سياسة في مجال الصناعي، ولدينا أيضا سياسة في مجال البيئة. نحن بلد لها فرص عديدة، وفرص عديدة لرجال أعمال وأيضا الاستثمارات الهامة جدا. مصر أيضا تستثمر كثيرا في الكاميرون عبر هذا الإطار في مجالات التنمية، في مجال البناء والتشييد، وفي أيضا مجال الطاقة. ولدينا أيضا قد تحدثنا أيضا لكي تمتد هذا التعاون في مجالات أخرى، وهذه المجالات تم تحديدها في إطار تطوير في المستقبل، لأنها بلد كبيرة والإنتاج الزراعي. هذا الاستثمار في هذا المجال يمكن يصل حتى الطاقة الشمسية. لدينا مشروعات كبيرة في هذا المجال الطاقة الشمسية. إذن هذه الزراعة أيضا والطاقة الشمسية تؤدي إلى أعمال تجارية أيضا، والتجارة الآن بين بلدينا ممكن تسهل عن طريق وسائل الانتقال. المؤسسة المصرية مصر طيران هي إحدى المؤسسات التي تساعد وتساهم بين مصر والكاميرون، بين القاهرة والكاميرون، ومتساعد سيرا في مجال توفير في مجال نقل المسافرين. إذن هذه تتطور لأنها تساعد وتساعد لمصر والكاميرون أن يحدث تبادل بينها في المنطقة. لدينا أيضا، لقد أكدنا أيضا وقد ذكرت بكل شدة لشقيقي أن مسألة التجارة حول منطقة التبادل الإفريقي على مستوى القارة الأفريقية. تعلمون أن الاتحاد الإفريقي وضع آلية لوضع التجارة البينية والداخلية في إفريقيا. هذا أيضا على مستوى إفريقيا يسمح لبلادنا أن
نعود ليس فقط على المستوى السياسي وإنما على مستوى الاقتصادي لما يفيد شعبينا في بلادينا. إذن لقد كنا لقد اتفقنا بما أني سوف أسافر غدا أن نطور الآلية والأساليب القانونية والقضائية لدفع هذه الاستثمارات، وفي هذا الإطار لدينا سوف نوقع بعض الاتفاقات ومذكرات التفاهم، وهذا تسمح لنا أن نضع هذا التعاون في الإطار. السيد الوزير شقيق قد ذكر منذ قليل أننا الاتفاقيات سوف نوقعها. هذا الاتفاق فيما يتعلق بالتعاون المشترك بين المعهد الدولي الدبلوماسي في الكاميرون ومعهد يدرب ويعلم الدبلوماسيين، وقد قام بتدريب العديد من الدبلوماسيين حتى الأفارقة من بلاد أخرى، وأيضا سوف كما ترون هؤلاء الزملاء الذين يرافقوني في رحلتي قد تم تدريبهم في هذا المعهد وهم الآن دبلوماسيين في على مستوى أفريقيا. إذن نريد أن نوقع اتفاق بين المعهد الدبلوماسي المصري حتى يكون هناك تبادل مع الكاميرون. هذا هو هدف رئيسي يساعد التبادل فيما بيننا أيضا. لدينا أيضا وسوف نوقع أيضا الاتفاق مع بما يسمح بالتعامل في هذه القطاعات، ويوجد العديد من النصوص والموضوعات التي بين الطرفين. في أريد أيضا أن أشير في هذا الإطار في بلدكم أن هناك مع الوزير قد ذكر لأن الوزير المصري قد أرسل مشروع اتفاق لوزير الصحة الكاميروني لكي يتم تحديد ماذا التعاون في هذا المجال. وأذكر جيدا كانت هناك أزمة، كان هناك مرض، فأردنا أن نستعين بالتطعيمات فكنا بنسافر إلى الخارج. الآن في بلد مثل مصر نستطيع أن بلد معروفة جيدا على مستوى العالم نجد عندها البحث والتعاون بدلا أن نبحث لعلاج الكاميرونيين في بما لهم تجربة في هذا المجال. يجب أن أقول لحضرتكم أن هذا المرض هذا الفيروس الكاميرون كانت إحدى الخمس دول في أفريقيا في أوسط أفريقيا التي تعرضت لهذا المرض إيبولا، ولذلك لدينا على مستوى السيد رئيس الجمهورية أن نضع آلية سريعة للحماية. إذن نتمنى أن مصر والكاميرون يستطيعوا أن يتعاونوا في هذا المجال وإذا يكون لديها عائد كبير جيد، ويجب أن نعمل على هذا الأمر. أريد أيضا حتى لا أكرر ما قرته أو ما قاره شقيقي الوزير أن أذكر أن نريد كثيرا الاستفادة في الكاميرون. في يجب أن نعمل في مجال حساس جدا في مواجهة الكوارث الكوارث البيئية ومنظمة دولية للحماية المدنية، وماذا تفعل الفيضانات في أوروبا. ففي أفريقيا أيضا يحدث تدمير في نفس هذا الشيء.
معالي الوزير يجب أن نتعاون في هذا المجال أيضا. أريد أن أؤكد مرة أخرى أن مصر والكاميرون منذ زمن بعيد في يوجد تعاون مشترك بينهم في معظم المشاكل الموجودة حاليا في المجتمع الدولي، في مسائل المتعلقة بالسلام والاستقرار والأمن الدولي. فإذا بلاد السلام ويوجد فيها البحث حول السلام. نريد أن نشكر مصر حقيقة بصدق لهذا التعاون من بلادكم المقدم إلى الكاميرون. أنا كما كنا أن السيد رئيس وزرائنا هو الرئيس الحالي للجمعية العامة المتحدة، نشكر معالي الوزير. ونحن أيضا لدينا تأييد لمصر في مجال الدولي، وهذه بعض النقاط التي تحدثنا فيها مع مصر. إذن في بلدنا حيث أتكلم معكم الآن لا يوجد أي نزاعات أو مشاكل من أي نوع بين مصر والكاميرون، لا يوجد مشاكل في هذا الإطار بيننا. وسفيرنا موجود الآن معنا يعمل دائما لدفع وتقوية العلاقات الثنائية بين مصر والكاميرون. والآن الجزء من البعثة الوفد الكاميروني يأتوا لرؤية التعاون والنقاش في إطار اللجنة المشتركة بيننا وبكل أخوية وبكل سرور وكل رضا معالي الوزير، السادة والسيدات، أجل أن أقول أيضا أن الأمر يتعلق بمعالي تحياتي لمعالي الرئيس السيسي وكل احترامنا وتحياتنا لكل ما وجدته الوفد أو البعثة الكاميرونية. هذه ليست البعثة الوحيدة موجودة في مصر، ولكن لدينا أيضا وفد موجود في مصر لوزير البيئة الأفريقي، ويأتي خلال أسبوع ثلاثة وزراء أيضا كاميرونيين يصلوا إلى مصر. إذن هذا أمامنا، أمام السيد السفير الكاميروني. إذن هذه العلاقات بيننا. معالي الوزير، أشكر حضرتك أننا سوف نعمل بعمق على تحقيق هذه التوصيات. وكما قلت سيادتك النادي أن آخر زيارة للجنة كانت في 2010، ولكن لم نكن نلتقي في هذه الفترة، ولكن من هذه الفترة سأنني سنلتقي في الكاميرون لوضع تنفيذ التوصيات وتنظيم لإجراءات للجنة القادمة بين مصر والكاميرون. وسوف نستقبلكم في الكاميرون، أدعوكم إلى الكاميرون في هذا الإطار. أشكركم لوقتكم ولاستماعكم ولحسن استماعكم. نفتح المجال للأسئلة. أستاذة إيمان عارف، جريدة الأهرام، تفضلي. السؤال موجه لمعالي الوزير الدكتور بدر عبد العاطي. في إطار الاهتمام الرئاسي بتدعيم العلاقات مع إفريقيا، ما هي الخطوات التي اتخذتها مصر للمساهمة في دفع جهود التنمية مع دول القارة بشكل عام والكاميرون بشكل خاص؟ شكرا. شكرا جزيلا على هذا السؤال. بالفعل الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وتحت توجيه واضح
من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هناك آليات تم استحداثها في الفترة الأخيرة لمزيد من تطوير العلاقات مع أشقائنا في القارة الأفريقية بشكل عام، ومع أيضا الكاميرون الشقيقة. هناك أولوية يتم إعطائها من جانب الدولة والحكومة المصرية لمزيد من تطوير العلاقات مع الدول الإفريقية الشقيقة، سواء في المجالات التنموية أو مجالات مكافحة الإرهاب أو مكافحة الهجرة غير الشرعية أو مجالات الاستثمار وأيضا نقل الخبرات وبناء القدرات ومجالات التدريب. إذا تحدثت عن الآليات الجديدة المستحدثة فأشير إلى ثلاث تطورات هامة على صعيد مزيد من تطوير العلاقات مع القارة الإفريقية. أولا بطبيعة الحال تصديق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الخاص بإنشاء آلية لضمان الصادرات والاستثمار في إفريقيا، وهذه الآلية شديدة الأهمية لأنها ستمكن من تقديم الدعم والضمانات للقطاع الخاص المصري، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتوسيع نطاق أعمالهم وصادراتهم إلى القارة الإفريقية، وأيضا توسيع نطاق استثماراتهم في مختلف القطاعات في القارة الإفريقية. هذه الآلية هامة للغاية، لأنه إذا كان هناك صغار للمستثمرين أو للمصدرين يخشون من المخاطر السياسية، فإن هذه الآلية تقدم الضمان لهم لتغطية أي استثمارات لهم أو قيم للصادرات ضد المخاطر السياسية. وبالتالي هذه الآلية سيكون لها دور هام جدا في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وأشقائها في أفريقيا ومن بينها الكاميرون أيضا. الآلية الثانية وهي آلية شديدة الأهمية، إذا كنا نتكلم على ضمانات الصادرات والاستثمارات برأس مال يصل إلى 600 مليون دولار من مضمونة من الحكومة المصرية ومن البنك المركزي المصري ومن وزارة المالية المصرية، فهناك أيضا آلية تمويلية أخرى لا تقل أهمية عنها، وهي برأس مال حوالي 100 مليون دولار من الموازنة المصرية لتمويل تنفيذ مشروعات تنموية بما في ذلك مشروعات مائية، وأكرر مشروعات مائية في دول الحوض الجنوبي لنهر النيل. وهذا يعكس حرص مصر الكامل على المساهمة في دعم عملية التنمية بما في ذلك إقامة السدود في دول الحوض الجنوبي، طالما أنها لا تسبب ضررا لمصر وبالتأكيد تتسق مع مبادئ القانون الدولي. لقد كنت مؤخرا في زيارة شديدة الأهمية إلى العاصمة الأوغندية كامبالا، وتشرفت بمقابلة الرئيس يوري موسيفيني وأحطه علما بهذه الآلية، وإن شاء الله ستكون بداية لتعزيز التواجد المصري في دول الحوض الجنوبي. مشكلتنا الوحيدة هي فقط في الحوض الهضبة الإثيوبية، نظرا لوجود إجراءات أحادية تسبب ضررا للجانب المصري ولا تتسق بطبيعة الحال مع قواعد القانون الدولي ولا تحترم مبادئ القانون الدولي ولا حقوق مصر المائية. هناك أيضا الخبر السار الثالث، هو أن الحكومة المصرية والسيد الدكتور مصطفى مدبولي قد وافق ووافقت الحكومة المصرية على مضاعفة التمويل المتاح من جانب الخزانة المصرية إلى الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وهي الأداة التنموية لوزارة الخارجية وللدولة المصرية في القارة الإفريقية. ومعالي أخي العزيز وزير الخارجية أشار إلى دور الوكالة المصرية في تقديم المساعدات وبناء القدرات والتدريب لدولة الكاميرون الشقيقة ولأكثر من 50 دولة إفريقية. نحن حرصا منا على إيلاء الأولوية الكاملة للتعاون مع أشقائنا في القارة الإفريقية. تم كما ذكرت مضاعفة التمويل المتاح
بالعملة الصعبة من الخزانة المصرية، وهذا ليس بكثير وليس يعني بمستغرب عن مصر، لأن لدينا مسؤولية ومسؤولية واضحة في دعم عملية التنمية في القارة الإفريقية في إطار التشارك، في إطار التضامن الإفريقي، لأننا كلنا في القارة الإفريقية علينا مسؤولية تشاركية لدعم بعضنا البعض، وأيضا نقل الخبرات ونقل التدريب في مختلف المجالات. إذا كانت هناك دولة لديها خبرات كما في الحالة المصرية، فعليها مسؤولية كبيرة في نقل هذه المسؤولية هذه الخبرات إلى أشقائها الأفارقة في إطار الانتماء الإفريقي الذي نفخر به ونعتز به في مصر، وأيضا في إطار المسؤولية التضامنية. شكرا سيد الوزير. أستاذ شريف عبد الحميد جريدة الجمهورية، تفضل. سؤالي لوزير خارجية الكاميرون حول يعني التعاون بين مصر والكاميرون في القطاع الطبي وإمكانية زيادة حجم التبادل التجاري خلال الفترة القادمة بين البلدين. شكرا جزيلا. هذا هو سؤال جيد جدا. فالمجال الطبي له أهمية، فبلادكم قد أرسلت إلى وزيرنا تقريبا اتفاقيات وفقا لصالح كل البلد من البلدين. إذا هذا ملف تحدثت معه مع الوزير، وكن أرسلناه إلى وزير الصحة لدينا، فالوضع موضع التنفيذ في هذا التنسيق. فيما يخص النقطة الثانية فيما يخص التعاون الاقتصادي وما إلى ذلك، لقد قررنا أن يتم عقد منتدى اقتصادي وفي إطار التوافق السياسي، فاتفقنا أن يتواجد المستثمرين الكاميرونيين أو المصريين يجتمعوا سويا، فبهدف أن يكون لدينا جدول أعمال. فمن الممكن أن نرسل هذا المنتدى لكي نسمح للطرفين بأن يكون لديهم الميزة والأولوية لأن يتقابلوا في هذا الإطار. فأديكم أعطي لحضرتكم مثال في الحالة مثل، فمصر موجودة في الكاميرون، ف الاستثمار في الكاميرون يوجد حوالي 15 مليون من الدولار في الحالة الاقتصادية مصر أحضرت بها إلى الكاميرون. نأمل أن هذا الأمر يستمر ويدوم لما يسمح لمصر أن نستطيع أيضا أن تستورد مصر المنتجات الكاميرونية المعروفة عالميا، كما نقول أنها مطلوبة عالميا. ونعتقد أن هذا الأمر سوف يتم مع المؤسسة الطيران الكبيرة الموجودة لكم لتسهل عملية التبادل التجاري وهذه الآلية. أريد أيضا أن أؤكد أو أشير وكما قلت منذ قليل أننا يجب نتفق مع مصر لكي نرى ماذا يمكن أن نتناوله سويا في آليات العمل والتبادل على مستوى القاري وفي إطار الاتحاد الأفريقي. وهذا أمر هام جدا، لأنه لأن الأمور التي تخرج إلى خارج أفريقيا التي تتوجه إلى أوروبا ولا آسيا، ولكن الأولوية أن تتوجه إلى داخل إفريقيا. منذ عام 2000 نريد أن ننمي التبادل التجاري داخل إفريقيا فيما بين إفريقيا وليس الخارج، وهذا أيضا يحافظ على ثرواتنا. وهذا للإجابة والرد على سؤالكم للتبادل في هذا المجال. شكرا. السؤال اللي بعده أستاذ محمد نشأت روسيا اليوم، تفضل.
سؤالي موجه لدكتور الأونة الأخيرة. سؤالي موجه للدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري. سيد الوزير، بتبذل القاهرة جهود حثيثة واتصالات مكثفة خلال الآونة الأخيرة للوصول إلى تهدئة. هل من الممكن أن تطلعنا سيادتكم عن تقييمكم لهذه الاتصالات التي أجريتموها للوصول إلى تهدئة؟ وهل ما زالت هوة الخلافات متسعة بين متطلبين حماس وعراقيل إسرائيل للوصول إلى صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، خاصة بعد جولة عقدت خلال الآونة الأخيرة؟ شكرا فندم. شكرا جزيلا. بطبيعة الحال الجهود المصرية لم ولن تتوقف من أجل وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين في قطاع غزة. أيضا نتعاون مع قطر الشقيقة ومع الولايات المتحدة لمحاولة التوصل إلى صفقة تضمن وقف إطلاق النار وأيضا إطلاق سراح الرهائن. المشكلة تكمن في كما ذكرت مرارا وتكرارا في غياب الإرادة السياسية لدى الطرف الإسرائيلي. ليس هناك إرادة سياسية، ليس هناك جدية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. قدمنا العديد من الأفكار والمقترحات المقبولة، ولكن دائما ما تجد أو تفشل على صخرة الرفض الإسرائيلي. فبالتالي لن نتوقف عن جهودنا للعمل على يعني حقن دماء الأبرياء من النساء والأطفال وأبناء الشعب الفلسطيني. الجهود سوف تستمر بالتأكيد، ولكن كما ذكرت لا توجد إرادة سياسية لدى الطرف الآخر، الطرف الإسرائيلي. ورغم ذلك سوف تتواصل جهودنا. كما تعلم القاهرة استضافت جولتين مؤخرا للحوار بين الفصيلين الفلسطينيين، والجهود مستمرة لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي والتي ستتشكل من مهنيين من سكان القطاع وليس لهم أي انتماءات أو ارتباطات فصائلية أو سياسية، وبحيث يعملون تحت إمرة وسيطرة الحكومة والسلطة الوطنية الفلسطينية، ويصدر المرسوم بشأنهم من الرئيس محمود عباس لتأكيد السلطة الفلسطينية الشرعية وولاياتها، وتأكيد أيضا الارتباط الوثيق بين الضفة الغربية وقطاع غزة ووحدة الأراضي الفلسطينية. الجهد سوف يستمر ولن يتوقف إطلاقا، ولكن كما ذكرت نريد شرطين: الشرط الأول توفر الإرادة السياسية، والشرط الثاني أن يكون هناك جدية من المجتمع الدولي المتقاعس الذي لا يقوم بدوره ولا يقوم بمسؤولياته، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي. نرى يوميا انتهاكات سافرة من الجانب الإسرائيلي لأبسط مبادئ القانون الدولي ولا أحد يحرك ساكنا. هذا أمر لا يمكن السكوت عليه. وأخيرها بالتأكيد هذه القرارات غير الشرعية من جانب الحكومة الإسرائيلية، من جانب الكنيسة الإسرائيلي فيما يتعلق بالأونروا وعمل الأونروا. الأونروا وكالة أممية صدر قرار إنشائها من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة وبإرادة من المجتمع الدولي، ولا تملك أي دولة أيا كانت منفردة أن تعرقل عمل هذه الوكالة الهامة السامية التي تقدم الدعم لكافة اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي الأردن وفي سوريا وفي لبنان أيضا. وبالتالي نكرر مرة أخرى أنه لا بديل عن الأونروا، لا بديل عن الأونروا، وأيضا الحفاظ على حق
العودة المكفول أو حق التعويض المكفول دوليا للاجئين الفلسطينيين، وهذه أمور غير قابلة للتصرف. شكرا. سؤال أخير، أستاذة سوزي الكنيدي الأهرام العربي، تفضلي. سؤالي لمعالي وزير الكاميرون حول رؤية الكاميرون لموضوع السد الإثيوبي وأهمية حصول مصر على حصتها من مياه النيل. شكرا. السد الموجود على نهر النيل، السد الموجود على النهر، لا أستطيع أن أتحدث في هذا الموقف إلا خلال المناقشات حول هذا الأمر على مستوى الأمم المتحدة والحلول التي وجدوها وتم عرضها على الدول لتنفيذها. فهذا ليس موقفي الفردي هنا لأوضع حر لهذه المشكلة، فالكاميرون تشارك في الاتفاقيات التي تجرى داخل إطار الأمم المتحدة. إذا سمحت لي معالي الوزير، أريد أن أضيف كلمتين نقطتين. قد تحدثنا أيضا عن الرياضة، تكلمنا عن الاقتصاد والسياسة، ولكن أريد أن أتحدث عن الرياضة والمجال الرياضي. وهذا الرياضة مثل الدبلوماسية الرياضية مثلا، يوجد أيضا الدبلوماسية العسكرية، يوجد أيضا الدبلوماسية الثقافية، وإذا يوجد الدبلوماسية التقليدية للتواصل بيننا والتقرب بيننا. والسيد الوزير سيرى أنني قد طلبت أننا نفكر في تسهيل التسهيلات للاعبين في مجال الرياضة، وأنا أتحدث أساسا أن كل التقدير والموضوع الذي أحبه هو محمد صلاح اللاعب المصري، ومستوى عالي جدا، فهو بطل في إفريقيا بشكل عام، مصر وفي مصر على وجه الخصوص. وأيضا هذا التعبير الرياضي نستطيع أيضا أن نكون ونشكل شباب آخرين مثل محمد صلاح، كان مثل اللاعب سامين إيتو. كل هذا هو تبادل كبير جدا وعظيم للدبلوماسية الإفريقية. إذن يجب أن نعمل أيضا على هذا الأمر للأجيال القادمة، نستطيع أن نستمر في هذا الإطار ويكون هناك تواجد بين مشترك بيننا. هذا لابد أن يكون هناك تبادل رياضي. أريد أيضا أن أنهي معالي الوزير لكي أقول أن كاميرون تأتي، لقد جئنا لنبقى هنا لديكم، وقلت أننا رأينا وسمعنا عن العاصمة الجديدة الإدارية الجديدة الموجودة، وزرتها أمس هذا المشروع الكبير الذي وصل إلى حوالي 70% كما ذكر لي المسؤولين هناك. وأريد أن أعبر، لا أعرف ما الذي يكون، وإنما أتحدث عن تقديري، فإننا سوف نكون هناك
في هذه العاصمة الجديدة، وقد تأثرنا جدا، وكان تم تحديد موقع لنا للدول الإفريقية، يوجد منطقة للسفارات الإفريقية والسادة السفراء وأيضا إقامتهم. لا أقول أن سفارتنا الموجودين هنا أنهم لابد أن يستعدوا لكي ينتقلوا إلى هذا المكان الدبلوماسي الجديد، ولذلك جئنا إلى مصر لنشكل جزء من هذا المجتمع. هذا ما أردت معالي الوزير أن أقوله لحضرتك. الرياضة أن مثل ما ذكرت محمد صلاح الذي أحبه كثيرا، وأيضا أردت الحديث عن العاصمة الإدارية الجديدة التي لابد أن أحيي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل احترام لإقامة هذه العاصمة الجديدة. شكرا جزيلا معالي الوزير والأخ العزيز. بالفعل نحن نعتز بزيارتك الأمس إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكما ذكرت لأشقائنا السفراء الأفارقة بأننا نقدم كافة التسهيلات الممكنة لتسهيل وسرعة انتقال سفارتهم، بالإضافة إلى كافة السفارات الأجنبية. جميع السفارات الأجنبية ستنتقل بلا استثناء إلى العاصمة الإدارية الجديدة. كلما كان ذلك أسرع، كلما كان هناك مكانا متميزا بالتأكيد في العاصمة الإدارية، ونحن نعتز بذلك ونحرص على نقل خبرتنا في إنشاء هذه المدينة العظيمة الذكية الخضراء إلى الكاميرون وإلى أشقائنا الأفارقة. أيضا الرياضة هي مجال مهم جدا لتوثيق العلاقات بين الشعوب، وبالتأكيد كلنا كمصريين وكأفارقة وكعرب نفخر باللاعب العظيم محمد صلاح، مثلما نحب ونفخر باللاعب العظيم روجي ميلا ونحن نعتز به. فيما يتعلق أيضا بموضوع السد الإثيوبي، كما ذكر معالي الوزير، هناك بالتأكيد نهر النيل هو نهر دولي ينطبق عليه القانون الدولي، ولهذا السبب مصر ذهبت إلى الأمم المتحدة وذهبت إلى مجلس الأمن ليطلع بمسؤولياته، لأن استمرار هذه المشكلة بطبيعة الحال تهدد الأمن والسلم الدوليين. شكرا جزيلا.